تدخل البلاد أسابيع حاسمة على مشارف تظهير المقربات الرئاسية الخاصة بالقوى البرلمانية وسط تقدم عرفته الأيام الماضية على صعيد مداولات الكتل المعارضة، وبدأت تتضح ترسيم بعض الوجوه المقترحة كمتلائمة مع المؤهلات التي وضعها السياديون للرئاسة. فماذا في تفاصيل الأسماء المقترحة والمتداول بها حتى اللحظة؟ تشير المعلومات إلى أن الأسماء المتداولة على نطاق عدد من الكتل السيادية التي تعقد اجتماعات للتشاور في الموضوع الرئاسي ليست خارجة عن السياق الطبيعي، وهي تتراوح حتى اللحظة بين اسم رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض والرئيس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب نعمة فريم، إضافة إلى أسماء سيادية من خارج الندوة البرلمانية. وتطرح فكرة لا تزال في إطار التداول لناحية ترشيح معوض في الدورة الأولى انطلاقا من تجمع نيابي داعم قوامه 40 نائبا واستطلاع ظروف المعركة العامة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية بما تشمله من احتمالات. ويمكن التعبير عن نتائج مهمة للمداولات المؤكدة ضرورة التعاون النيابي بين الكتل المعارضة وعلى رأسها الجمهورية القوية والكتلة الكتائبية. وكان بارزا حضور النائبين نديم الجميل وسليم الصايغ في قداس الشهداء بمعراب، وحصل التلاقي مع القوات وسط مبادرة اتخذت بعد نتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب ونيابة رئاسة البرلمان. وكان ثمة حرص من المكونين على ضرورة التنسيق والتشاور، وعقدت اجتماعات بعيدة من الأضواء ضمت رئيس الكتائب سامي الجميل والنائب جورج عدوان، ثم استكملت اللقاءات التشاورية مع عبر النائب الصايغ. وكان ثمة حرص من المكونين على ضرورة التنسيق والتشاور، وعقدت اجتماعات بعيدة من الأضواء ضمت رئيس الكتائب سامي الجميل والنائب جورج عدوان، ثم استكملت اللقاءات التشاورية عبر النائب الصايغ. وتوافق الحزبان على تقويم المرحلة الماضية وتنسيق العمل البرلماني المقبل بما يشمل انتخابات الرئاسة.